ولا غير معلنة مسبقا. إذا ما عدنا بالذاكرة إلى الأيام الماضية تحديدا في 27 من الشهر الماضي، كان هناك نية لدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتوجه إلى كييف وطلب مستشاريه بدراسة الأوضاع الأمنية، لأنه مصر على لقاء زيلينسكي في كييف لإرسال رسائل دعم إلى رئيس الأوكراني والجيش الأوكراني بتواجده في الميدان. الأمنيين البريطانيين نصحوا رئيس الوزراء بعدم التوجه آنذاك إلى كييف لأن هناك مخاطر أمنية، لكن بعد التطورات الأخيرة الميدانية وانسحاب الجيش الروسي من الشمال ومن الشرق وفق الأنباء الاستخباراتية البريطانية، يبدو أن الوضع الأمني بات أكثر أمنا وأتيح أو ضوء الأخضر أصبح فعالا لرئيس الوزراء البريطاني من قبل المستشارين الأمنيين للتوجه إلى كييف، وهذا ما تم اليوم. ويلتقي بالرئيس الأوكراني، وكما قلنا الهدف هو إرسال رسائل دعم مباشرة وجها لوجه من بريطانيا العظمى إلى أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، ذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا ملخصة في خمس نقاط. الأولى هي 800 صاروخ مضاد للدبابات، ثم أنظمة دفاع جوي، أنظمة دفاع مضاد للدبابات أي الدفاع الأرضي، بالإضافة إلى ذخائر عسكرية، وأخيرا وخامسا وهي المساعدات العسكرية غير القاتلة مثل الدروع والخوذة، وبالإضافة إلى النظارات الليلية للجنود لمساعدتهم على مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. رئيس الوزراء قبيل توجهه إلى كييف قال إن موسكو تجبر أوروبا على التسلح، وأوروبا يجب أن تكون حازمة في مواجهة الغزو الروسي على حد وصفه، في حين قال بن والاس وزير الدفاع البريطاني إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يجب أن يكون لها رد، والمساعدة العسكرية البريطانية تعبر عن التعامل الحازم من لندن تجاه أوكرانيا في دعمها اللامحدود.